نهلة عبد العزيز تستفيد من كل المخلفات المنزلية لإيمانها بأن ما تقوم به يقلل الضرر على البيئة، وهي مسؤولة الأنشطة في مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وتقوم بتجميع مخلفات علب الحلويات والأكياس والكرتون وحتى الكراسات وفوارغ المياه الغازية لتصنع منها شجرة الكريسماس. البداية كانت موهبة في الرسم من صغري، يعني لما كبرت يمكن ما كملتش في الرسم، بس اتجهت الموضوع ان انا اعمل ورش فنية، ده اتيح ليا من خلال شغلي في المكتبة. الأطفال بقوا بيجوا يشتركوا فيها طبعا في الأجازة الصيف ونص السنة، نص العام الدراسي. بدأنا بقى يعني اتجاهي لإعادة التدوير، يعني بالذات للأفكار إنها بقت للكبار، ده بالضبط من سنتين بدأت إن أنا أعمل كمان أفكار للكبار مش على قد الأطفال بس. وبدأت إن أنا أنزل أفكاري يعني تتصور أونلاين، عملت قناة على اليوتيوب بحيث أي حد يقدر إن هو يشوف الفكرة فيديو يستفيد منها، يعرف إن الحاجة دي اتعملت من إيه وإنها اتعملت ببساطة. وحاجة طبعا من الحاجات اللي عندي في البيت، ممكن كرتونة، ممكن إزازة عصير، علبة عصير، إزازة مياه غازية، يعني بلاستيك، كرتون، معدن. اشتغلت في كل ده. مبادرة فصل المخلفات إن إحنا نفصل المخلفات عشان زيادة التلوث. المفروض الثقافة دي تبقى عندنا كلنا، إحنا طبعا بننشرها من خلال المكتبة. المكتبة مكان ثقافي، أنا عن نفسي إن هي تبقى على توسع أكتر، تبقى في المدارس تنتشر، نعرف الولاد، نعمل لهم صناديق فصل المخلفات، نعلمهم إن ده هنا للورق، هنا للكرتون، هنا للحاجات اللي هي الكنزات، الحاجة المعدن. الثقافة دي لو انتشرت في بلدنا هتبقى حاجة كويسة جدا، هتوفر من استهلاكنا للحاجات دي، وهتقلل التلوث بنسبة كبيرة، وده طبعا اتجاه الدولة في الفترة اللي جاية. نهلة تقوم بإعادة تدوير المخلفات من خلال تصنيع وسائل تعليمية للأطفال لتنمية مهاراتهم بطرق سهلة وبسيطة. نهلة لم تحترف مهنة إعادة التدوير فقط، ولكنها أيضاً تستخدم هذه الأدوات داخل منزلها وتقدمها للأطفال التي تحرص على تعليمهم هذه الحرفة. ونهلة بتحاول أن تعلم الأطفال فصل المخلفات لتقليل التلوث.